يحتضن متحف بيت الشربتلي بجدة التاريخية معرضاً فنياً للخطاط الراحل محمد سالم باجند، متضمناً رحلة الخطاط وأهم أعماله الفنية التي قدمها خلال مسيرته الإبداعية خلال الفترة من 15 من سبتمبر إلى 15 من ديسمبر. عرف العم محمد بكتاباته لآيات القرآن الكريم وإسهاماته في تصميم ثوب الكعبة الشريفة وتطريزها، حيث قدم المعرض 21 لوحة فنية بالخط العربي. المعرض اسمه معرض الخاط محمد سالم باجند، يعني شخصية غنية عن التعريف، لها إسهامها في الخط العربي وانتشرت أعماله حول العالم الإسلامي وأسس مكانته كأحد أهم الخطاطين. قسمت المعرض إلى 4 أقسام. القسم الأول هو قسم البيت العتيق، وتعمدت في أنه أبدأ به لأنه مشواره بدأ بتأمله لكسوة الكعبة بينما كان عمره 3 سنوات تقريبا، وقدر له أنه يكون هو خادم لهذا البيت طول حياته، سواء للآيات اللي قرأها عليه أو للكسوة نفسها، بأنه كلف من الملك فهد رحمة الله عليه بتركيب كسوة باب الكعبة في مقر الأمم المتحدة، وهو من قام بالتصميم والتنفيذ والتركيب والإشراف على صيانتها لمدة 30 سنة على ما أعتقد، إلى أن تم يعني تكليف الآخر أحد آخر بالمهمة هذه. بعدين جينا للجناح الآخر اللي هو جناح الرحم. في هذا الجناح أبرزنا هذه القيمة وكيف حياته كانت مثال للترابط الأسري والتكافل والتراحم، والآيات اللي اختارها رحمة الله عليه في إبراز هذه القيم أيضا. بعدين نيجي لجناح العلم ونذكر دوره. بعدين نيجي للجناح الرابع وهو جناح الصبر، لأن الصبر وأختم به لأن الصبر كان له حضور قوي في حياته، لأنه أصابه مرض الباركنسون في مرحلة من مراحل حياته واشتد عليه المرض، لكنه لم يتوقف عن إنتاج الجمال ده، ففصل قوالب أكريليك شفافة للحروف العربية عشان يحطها ويرسم حولها، هذا في المراحل المتقدمة من المرض، بينما في البدايات كنت أشوفه بعيني لما يمسك القلم كيف الرعشة توقف. يأتي معرض الخطاط الراحل محمد سالم باجند ضمن المشاريع الفائزة لمبادرة عام الخط العربي التي أطلقتها وزارة الثقافة ضمن برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030. لقناة الإخبارية أبرار باهبري، جدة.